مع تصاعد التوتر في المنطقة وإمكانية نشوب حرب شاملة، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من مسقط أن المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن التي كانت تجري بوساطة عمانية متوقفة حالياً بسبب غياب الأرضية المناسبة. مسار المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن متوقفة الآن بسبب الظروف المحددة في المنطقة. حالياً لا نرى أي أرضية لهذه المباحثات إلى حين أن نتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة، عندها سنقرر ما إذا كنا سنواصل العمل وكيف. إيران ووفقاً لتقرير نشرته واشنطن بوست مستمرة في التقدم في برنامجها النووي بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، لكن وبعد تولي بايدن منصبه في يناير 2021 حاول التفاوض مع طهران بشكل غير مباشر حول برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.